طريقة حال احنا لسه النهارده يوم الثلاث. خلينا نروح لعوض الغنام من داخل غرفه عمليات الاداره العامه للمرور. عوض صباح الفل. صباح الخير همام، صباح الخير منا، صباح النور. سنعطيكم صوره مباشره تفند كل هذه الادعاءات اللي انتم ادعيتوها عن ان في زحمه النهارده. بالعكس خالص، شوارع رائعه وهاديه، واللي عاوز ينزل عنده اي مشوار يقتنص هذه الفرصه. سنبدا الان من الاوتوستراد، يعني على اروع ما يكون الصوره. ربما سبب رئيسي في روعه هذه الصوره هي يعني الطرق الجديده والمحاور المروريه الجديده التي تم تدشينها مع الطريق القديم، فاعطى مساحه رائعه في كل الاتجاهات، في كل السيوله، في كل الاتجاهات. صوره ليست بعيده عن هذا، عن هذه الصوره السابقه. نتحدث عن الطريق الدائري وهو قريب من الاستراد، نفس الصوره، وربما الشمس ساطعه في الصورتين توضح ان الجو رائع في هذا التوقيت. ده الشغل على الدائري، برضو ما فيش اي اشكاليه على الاطلاق. ربما في التوقيتات السابقه في نفس الزمن يعني كان بيبقى في اشكاليه في احد المحاور، سواء في الاتجاه القادم من القاهره الى 6 اكتوبر او العكس في الاتجاهين، رغم العمل الذي لا يتوقف. والصوره معاكسه في الاعلى، هناك ازدحام في طريق وطريق اخر لا يوجد به ازدحام. الاعمال الانشائيه ربما كما توضح الصوره لا تتوقف على مدار الساعة، وكما كنا نتحدث في الخدمات الإخبارية السابقة عبر الأيام الماضية، بل سيكون هناك خبرا مفرحا إن شاء الله في يناير القادم بافتتاح هذا المشروع الضخم للغاية الخاص بتطوير الدائري. محور المروطية ما أجمله وما أروعه في الاتجاهات المختلفة، لا يوجد أي ازدحام على الإطلاق. مع نهاية الدائري، سواء اللي عاوز ينزل يروح الصحراوي أو ينزل ميدان الرماية أو يكمل 6 أكتوبر، ربما الصورة كما هي توضح. بوابات رود الفرج، بوابات تحيا مصر، الصورة توضح طبعا قيمة هذا المحور المروري المهم للغاية. نخرج من القاهرة إلى المحاور الرابطة بالعواصم بالمحافظات، توضح الصورة هنا. ده طريق السويس، ربما شبه خالي في هذا التوقيت. أيضا طريق بلبيس نفس الأمر. الطريق الصحراوي الخارج عند داندي مول في طريق بداية البوابات إلى الإسكندرية، طبعا الصورة كما توضح. هذه هي الصورة المحببة إلي دوما، صورة المشروع الأضخم في تاريخ الأمة المصرية، العاصمة الإدارية. العمل فيها كما هو واضح على مدار الساعة، ويتزين باعتلاء الأبراج وتحديدا البرج الأضخم في أفريقيا، البرج الأيقوني. هذا هو ملخص المشهد بالنسبة للحالة المرورية في العاصمة القاهرة، وأيضا بالنسبة للمحاور الاستراتيجية الرابطة مع العواصم، عواصم المحافظات. بشكرك يا عوض جزيل الشكر على متابعتك لهذه الحالة المرورية. وعلى فكرة حتى وانت بتتكلم وبتقول انك ستفند هذه الادعاءات، وراك على طول كان الاوتوستراد مش زحمة، بس كان في برضو عربيات، ما هياش ادعاءات قوي. بعدين الساعة 9 وربع الصبح، اصبر كده ساعتين ثلاثة هتلاقي الزحمة يا عوض. صباح الفل عليك. يومك سعيد، يومك سعيد وجميل. شكرا جزيلا. يومك زي الفل يا رب ان شاء الله.